السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام بهجت ستورز. احنا النهارده عايزين نشرح لكم موضوع مهم جدا بالنسبه لاكتر الاستفسارات اللي بتقابلنا. ايه هي اكتر الاستفسارات اللي بتقابلنا؟ كتير جدا. انا عايز اشغل الموبايل على الشاشه سمارت، انا عايز اشغل اللي عندي على الموبايل يبقى في الشاشه، انا عايز اخلي الشاشه اندرويد، عايز اخلي الشاشه سمارت. قبل ما اجاوبكم على السؤال ده يا جماعه، معلش انا هشرح لكم حاجه بسيطه جدا. طبعا انتوا اخواتنا وعملائنا وحبايبنا اللي طلباتكم كلها على دماغنا من فوق، بس عايزين نشرح لكم حاجه بسيطه جدا. يعني ايه شاشه عاديه؟ يعني ايه سمارت؟ يعني ايه اندرويد؟ عشان الثلاث حاجات دول اللي هيتوقف عليهم دلوقتي حاجات كتيره جدا. عندنا الشاشه اللي هي العاديه خالص، اللي هي شاشه بتاعت التلفزيون العاديه اللي موجوده، اللي هي زي دي كده، او اي شاشه موجوده في البيت. 90% من الشاشات اللي موجودة عادية، مش اندرويد او سمارت، اللي هي ما بتاخدش نت. يعني شاشة بتشتغل على رسيفر، شاشة بتشتغل على اتاري، على اي ديفايس موجود عادي خالص. يبقى دي شاشة تلفزيون. في شاشات بتبقى سمارت، يعني ايه؟ يعني بتاخد شاشة ذكية، فبتاخد نت، بيبقى فيها النت ممكن يوصل لها واي فاي او يوصل لها كابل. طيب الشاشة السمارت دي بتفيدني انا ككاستمر في ايه؟ بتفيدني ان انا اقدر اشغل يوتيوب، اقدر اشغل اي براوزنج، اي متصفح عندي بيبقى شغال عادي، اللي هي صفحه الويب العاديه موجوده، بيبقى فيها بعض البرامج كده زي اليوتيوب الكلام ده، بس بتبقى معالج بطيء شويه. الانتقاله اللي بعدها على طول شاشه اللي هي الاندرويد. يعني ايه اندرويد؟ شاشه الاندرويد دي بتعتبر زي الموبايل بالظبط، دي بتبقى معظم الشاشات اللي موجوده دلوقتي الحديثه بتبقى اندرويد. الشرح اللي قبله ده عشان الناس برده تبقى يعني لازم تبقى عارفه، عشان لو حد بيتكلم على الشاشات قديمه. طيب الاندرويد دي بتعمل لي ايه انا ككاستمر برضه عشان ابقى انا فاهم؟ احنا عندنا مثلا في الايفون في الاب ستور، عندنا في التليفونات اللي هي الاندرويد في جوجل بلاي، صح كده؟ انا بقدر ان انا اخش على جوجل بلاي ده انزل ابلكيشن زي مثلا الفيسبوك، اليوتيوب، تويتر، اي تيك توك، اي ابلكيشن عايز انزله. ونفس الفكره برضه في شاشات اللي هي في، لو مثلا زي الايفون عندي الاب ستور ابدا ان انا انزل اي ابلكيشن، صح كده؟ طيب الشاشات الاندرويد دي بيبقى فيها الامكانيه اللي انا انزل الابلكيشن ده، ابدا انزل يوتيوب، انزل تيك توك، بتعامل اكنها موبايل عادي خالص، وممكن انزل فيسبوك كمان وانزل اي حاجه. الشاشات اللي هي الاندرويد دي ساعات بيبقى فيها او في اغلبيتها ممكن ان انا بعمل حاجه اسمها اي كاستنج، بربطها بالموبايل وبتشتغل على الموبايل عندي عادي خالص. هنلاقي فيه مثلا لو عندنا بالعربي مثلا في تليفونات الاندرويد اللي هي انعكاس الشاشه، او حسب التليفون، لان الاوبو ليه حاجات معينه والريلمي مثلا حاجات معينه، بس هي بتبقى بتندرج تحت المسافه دي، كان انعكاس الشاشه، انعكاس الرؤيه، اي كاست، الكلام ده كله. في الايفون برده موجوده، والميرنج والحاجات دي كلها. يبقى ده لو انا هشغل ايه؟ الموبايل مباشر. طيب انت دلوقتي بتشرح لنا الكلام ده او بتقول لنا الكلام ده كله ليه؟ الكلام ده يا جماعه لازم تعرفوه، علشان الحاجه اللي احنا هنشرحها دلوقتي دي متوقفه على اللي انتوا تبقوا عارفين الفرق بين الاندرويد والسمارت والشاشات العاديه. في بعض الريسيفرات موجوده برضو عندنا، الريسيفرات دي اوريدي بيبقى فيها خاصيه الاي كاستنج. الاي كاستنج ده يا جماعه في بعض الموبايلات، في بعض الريسيفرات موجوده، مش معناها اللي انا بشغل، هي في طريقتين احنا هنشرحهم دلوقتي، مش معناها ان انا بشغل الموبايل على الشاشه، لا انا بتحكم بالريسيفر من الموبايل. يعني انا ببدا ان انا اربط الموبايل بالريسيفر، ابدا ان انا اخش على الموبايل اجيب مثلا، اجيب القناه اكنها زي الريموت بالظبط، بخش على القناه اللي انا عايزها، اعلي الصوت، اوطي الصوت، اعمل الكلام ده كله، ده موجود، بس مش ده اللي انا بشغل بيه، مش بيعمل لي انعكاس الرؤيه اللي في الموبايل على الايه؟ على الشاشه. طيب احنا دلوقتي، طب انا بقى اللي يهمني انا ككاستمر دلوقتي، او الكلام ده كله بالنسبه لي لا يعنيني شيء، انا حضرتك انا عندي لان ده اللي بيتقال لنا، انا مش عايز اعرف، انا عندي شاشه عايز اشغلها على الموبايل على الشاشه. يعني انا دلوقتي عندي جاب ماتش مثلا لايف، وعايز الماتش ده بدل ما انا مشغله على الموبايل كده انا عايز اشغله على الشاشه، ما تشرحليش بقى. او مثلا انا عايز افتح اليوتيوب، اليوتيوب اللي على الموبايل، عشان في ناس بتحب اليوتيوب اللي على الموبايل عن اللي في الشاشات، انا عايز اليوتيوب اللي على الموبايل ده يبقى على الشاشه، صح كده؟ في الحاله دي يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ مش هيهمني الشاشه نوعها ايه بقى، او فيها سمارت او فيها اي حاجه، ما يفرقش معايا الكلام ده كله، احنا عايزين شاشه حتى لو عاديه بس يكون فيها مدخل اتش دي. طبعا الشاشات كلها فيها مدخل اتش دي. يبقى احنا في الحاله دي بنعمل ايه يا جماعه؟ في الحاله دي هنربط الموبايل بالشاشه. يبقى احنا نشرح معلش حته بسيطه تاني، انا عندي حاجه شاشه عاديه سمارت اندرويد وعندي موبايل، انا ممكن اربط الموبايل بالشاشه
وممكن اخلي الشاشه نفسها هي اللي تبقى اندرويد، مش هحتاج الموبايل في حاجه. هفتح اليوتيوب بتاعي، هفتح الفيسبوك بتاعي، هفتح اي ابلكيشن انا شاهد مثلا، هفتح اي ابلكيشن انا عايزه، صح كده؟ طيب هناخد النقطه اللي هي البسيطه شويه، اللي انا عايز اربط الموبايل بالشاشه، عايز اشغل الموبايل على الشاشه. بنجرب فيه طبعا حاجات كتير جدا في السوق المصري ومنتشره، يعني انواع كتيره جدا، بس اللي احنا جايبينهم دول اقسم بالله فيهم نوع واحد بس استردنا مش الثلاثه. بس احنا بنشرح هنا مش للبيع، احنا هنا بنشرح فقط، بنشرح لعملائنا ايه الفرق، ازاي تستخدم، مش بنبيع ومش هنقول سعر. اللي عايز الاسعار تحت الفيديو موجود يا جماعه، لينكاتنا وموجود ارقامنا، اسلام بهجت ستورز موجودين الحمد لله، في شحن لاي مكان ومحلاتنا موجوده ومعروفه. يبقى انت لو عايز تشتري الاسعار مكتوبه تحت الفيديو، وهنبعت لك اي استفسار حضرتك عايزه، بس الفيديو ده احنا بنعمله شرح في المقام الاول مش هنقول سعر. بيبقى في عندنا حاجه زي دي كده، دي اسمها اللي هي الدونجل، تمام؟ الحاجات دي كلها بتقال عليها دناجل يعني، بس دي الدونجل، دي بتبقى بتيجي بالشكل ده كده. تمام؟ الفكرة ده يا جماعة موجودة ومنتشرة في حاجات كتير جدا. دي اتش دي، عندنا اي شاشة قلنا فيها اتش دي عادي، الاتش دي ده يتحط في المدخل الاتش دي عادي، ويبقى جاي معاها القطعة دي كده، تمام؟ طبعا احنا برضو هنعمل فيديوهات لشرح وتركيب كل قطعة لوحدها. هنيجي دلوقتي على دي كده، دي بتشتغل عادي خالص هنا اهي، تمام؟ كابل سوكت سامسونج عادي جدا، وده بيتحط في اليو اس بي اللي في الشاشه او في اي راس شاحن، ودي القطعه اللي هي بتربط معايا، وبحط دي في الاتش دي وببدا اشغل من الموبايل. يبقى كده انا بعمل ايه؟ بربط الموبايل بالشاشه، ده اتش دي اهو، وده القطعه اللي هي الدونجل بتاعتنا اللي هي الواي فاي اللي هتتربط بايه؟ بالموبايل. طيب دي منها ايه؟ دي في منها النوع ده، وفي منها الام 9 بلس. طيب دي بقى يا جماعه عشان في ناس كتير بتحتار فيها، دي في منها انواع كتير جدا، تمام؟ يعني في منها نفس الطريقه اهو، بس هي مش بالشكل، تمام؟ نفس الطريقه ونفس الشغل بالظبط، ونفس الواي فاي دونجل، ونفس اليو اس بي، ونفس الطريقه اللي بتتحط، واللي هي الايه؟ الاني كاست عادي جدا، تمام؟ طيب دي دلوقتي انا بحطها في الكابل في الشاشه، بحطها في سوكت الاتش دي اكني بوصل ريسيفر، وبوصل دي هنا كده عادي خالص، تمام؟ وبفتح الموبايل وبربطها بالطريقه اللي احنا نعملها للشرح. دي انا عملت ايه؟ ربطت الموبايل بالشاشه. يعني ايه؟ يعني انا فتحت الموبايل، لو حد رن عليا بيرن على الشاشه، الخلفيه بتاعت الموبايل هي الخلفيه اللي في الشاشه. الايقونات اللي في الموبايل هي الايقونات اللي في الشاشه. انا اكني ماسك الموبايل بس في الشاشه، يعني انا بقلب كده والموبايل هو اللي في ايه؟ في الشاشه. طب انا دلوقتي برضو ايه؟ طب انت دلوقتي جايب لي دي الاني كاست وجايب لي الواي فاي دونجل، دول ايه الفرق؟ دول يا جماعه اللي هم بالشكل ده كده لازم نشرح لكم، دي في انواع كتيره جدا. انا شخصيا يعني انا ما بحبش دي اللي هي الواي فاي دونجل، انا بحب جدا اللي هي الام 9 بلس. الام 9 بلس دي اقسم بالله ما استردنا، تمام؟ الام 9 بلس دي في منها ام 4 وفي منها ترتيب كتير جدا، بس هي افضل حاجه احنا اشتغلنا فيها وما جابتلناش اي مشاكل الام 9 بلس، اللي هي التو كور مش الكور الواحد، اتنين بروسيسور يعني. دي كويسه جدا وهنعمل فيديو للشرح بتاعها. وفي عندي برضو الوحش الكبير جدا الكروم كاست، طبعا كلنا عارفين الكروم كاست شغال 4K وشغال كويس جدا، هنشوف برضو الشكل بتاعه، تمام؟ نفس الفكره بالظبط. طيب في ناس بتحب الكروم كاست ليه؟ علشان بسلك كده، فدي صغيره الاتش دي بيخش معايا في الشاشه، وبحط دي برضو وبربطها وربطتها سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، تمام؟ نفس فكره برضو الام 9 بلس سهله جدا، الاتش دي بيخش في شاشه عادي ومعايا القطعه هنا وبشتغل فيها. يبقى انا دلوقتي الثلاث حاجات دول احنا قلنا اللي هي الدونجل الاتش دي دونجل، وعندنا الام 9 بلس، وفي عندنا الكروم كاست. طيب دول عملوا لي ايه دلوقتي؟ دول يا جماعه وصلتهم بالشاشه وبفتح الموبايل بربطه بالقطعه دي بيشغل لي الموبايل على الشاشه. ماليش دعوه بقى الشاشه سمارت، شاشه اندرويد، شاشه عاديه، انا ماليش اي علاقه بالموضوع ده، اكني بالظبط ده رسيفر وصلته في الشاشه نفس مدخل الرسيفر، وصلته في الشاشه واشتغل معايا الموبايل على الشاشه.
النوعين دول اللي هم الكروم كاست والام 9 بلس اللي عندنا بنضمنهم 100%، مفيش ديلي، مفيش تقطيع، مفيش اي مشكله في الكلام ده. وبرده في تكه صغيره كده لازم اقول لكم عليها، في بعض الانواع منهم الشعبي اللي موجوده بتشتغل على الواي فاي بتاع الموبايل، فانت طبيعي ان هيقابلك مشكله، ما انت هتفتح الواي فاي بتاع الموبايل فهتربط بيه. طب انا دلوقتي فتحت الواي فاي بتاع الموبايل وربطتها بالواي فاي، انا بقى هشغل الواي فاي بتاع الموبايل اصلا ازاي؟ لو انا عايز افتح اليوتيوب، انا عايز افتح اليوتيوب دلوقتي ففتحت الواي فاي وربطتها بيها، صح كده؟ انا مش عارف افتح اليوتيوب لان انا كده كده مش هيبقى عندي نت، انا اوريدي ربطتها واي فاي. دي الانواع الشعبي. الانواع اللي عندنا التو كور والحاجات دي كويسه جدا وليها ربط على الموبايل، اقسم بالله في 3 خطوات بالظبط بالظبط، مفيش اي حاجه صعوبه فيها، وبرده هنشرحها لكم يعني، بس مش في الفيديو ده عشان ما نطولش عليكم لان هنعمل فيديو لكل حاجه فيهم. بتشتغل بصوره طبيعيه، مفيش تاخير، مفيش تقطيع، ودي احنا مسؤولين عنها. وما تنسوش طبعا اللي احنا اسلام باكت ستورز بفضل الله احنا اصل الالكترونيات وعندنا خدمه من بعد البيع، اي منتج عندك فيه مشكله في خلال 14 يوم بنرجعه لك او بنستبدله لك، شغالين الحمد لله شغلنا زي الفل وعملنا كلهم عارفيننا. طيب يبقى ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لطريقه ربط الموبايل على الشاشه. طيب لا انا مش عايز اعمل كده، الحل التاني بقى احنا قلنا عندنا تو واي دلوقتي. اول طريق انا عايز اربط الموبايل بالشاشه، هيبقى الحل ده الكابلات حاليا مش عمليه، كان في كابلات كنا جايبينها زمان كانت بتشتغل وكانت شغاله 10 على 10، بس هي حاليا مش موجوده، اللي هو كابل يعني من الموبايل للتلفزيون. حاليا على حد علمي مفيش كابل في مصر شغال كويس. يبقى احنا دلوقتي الطريقه بتاعت ايه؟ ربط الموبايل على الشاشه. الطريقه الثانيه لا انا مش عايز اربط الموبايل، انا عايز الموبايل بتاعي شغال عادي جدا، انا عايز الشاشه نفسها هي اللي تبقى شغاله اندرويد. انا عايز الشاشه نفسها هي اللي عليها اليوتيوب. انا عايز اشغل الشاشه عليها شاهد. انا عايز اشغل الشاشه الكلام ده كله. طيب في الحاله دي نوع منين يا جماعه؟ في الحاله دي بنشغل تي في بوكس اندرويد، تي في بوكس اندرويد. طيب التي في بوكس يعني ايه تي في بوكس اندرويد؟ انا مش فاهم برضو. تمام طيب التي في بوكس الاندرويد ده احنا جهاز بنوصله عادي جدا بيشتغل في الايه، بيشتغل في الشاشه، بيتربط في الشاشه. طيب بيتربط ازاي؟ كابل اتش دي عادي جدا، كل الشاشه عندنا اتش دي، كابل اتش دي من هنا بيخش فين؟ في الشاشه. طيب ده يعتبر انا زودت على الشاشه خليتها بقى اندرويد، وده افضل كمان من معظم الاندرويد اللي بيجي مع الشاشات، يعني ده بيدي كمان استيبل اكتر 100 مره ببعض الشاشات اللي بتيجي معاها الايه، اللي بتيجي معاها الاندرويد بتاع التكييف بس شجع 10، ده المعظم ايه الشاشات اللي بيجي معاها الايه الاندرويد. طيب ده في منه كذا حاجه يا جماعه، في منه ايه؟ في منه عندنا حاجه اسمها ذاكره وحاجه اسمها رام، معلش انا اسف استحملوني، ذاكره ورام. الذاكره اللي هي ميموري والرام اللي هي البروسيسور او المعالج. طب انا بيفرق معايا ايه برضو بكاستمر؟ انا مش فاهم، ما انت تقعدش تقول لي 1 على 8 و2 على 16 و4 على 32 يا عم، انا عايز حاجه تشتغل. برضو احنا ما نقدرش نجاوبكم السؤال ده يا جماعه، دي حسب ما انت عايز وحسب الفلوس اللي انت عايز تحطها. بمعنى ايه؟ 1 على 8 اللي هي روم 1 ميموري 8 ده الذاكره 1 جيجا، اللي انا اسف الرام 1 جيجا والذاكره 8 جيجا. طب انا الذاكره دي هتعمل لي ايه؟ او يعني الذاكره دي بتاعت ايه؟ الذاكره دي اللي هي مساحه التخزين زي الموبايل كده بالظبط. يعني انا مثلا دلوقتي وليكن نزلت الفيسبوك، فيسبوك مثلا 500 ميجا، نزلت اليوتيوب 500 ميجا، نزلت شاهد 500 ميجا، يبقى انا دلوقتي عامل نص جيجا ونص جيجا ونص جيجا، بقى عندي جيجا ونص، بقى عندي 6 جيجا ونص. يبقى دي اللي هي الذاكره، المساحه بتاعتي اللي انا هستخدم عليها تنزيل البرامج، لان احنا قلنا ده هيخلي شاشه اندرويد. يعني ايه اندرويد؟ يعني فيها جوجل بلاي وفيها الاب ستور، او يعني حاجه شبيهه لكده اللي هي جوجل بلاي، اللي انا ابدا انزل الابلكيشن اللي انا عايزه. خلاص؟ يبقى انا هستخدم الذاكره دي في مساحه التنزيل بتاعه البرامج. طيب والرام او الروم، يعني الرام دي اللي هي بتفرق معايا بقى في ايه؟ في الحركه، تفرق معايا في السرعه، تفرق معايا لو فتحت ابلكيشن وجيت اقفلهم ده يقفل بسرعه، زي السرعه بتاعت اي جهاز في الدنيا، الرام بتاعته الذاكره الرام، تمام؟ دي ذاكره مؤقته يعني. طيب دي بالنسبه لي دلوقتي في منه مش عندنا بس يعني، او عندنا احنا في كل مصر موجوده 1 على 8 رام 1 ذاكره 8، في 2 على 16 رام 2 ذاكره 16 جيجا،
في 4 على 32، الرام 4 والذاكره 32، دول الثلاث انواع، وشرحنا الفرق بين الرام وبين الايه؟ بين الميموري. طب انت بترشح ايه؟ انا ما برشحش الواحد على 8، هو كويس كل حاجه، بس يعني طبعا هو اقلهم. الاثنين على 2 على 8 ده 2 على 16، ده بدايه الايه؟ المعقول. والفرق برضو يعني مش هينفع نقول سعر، بس عموما الفرق بين الاثنين على 8، الاثنين على 16 والواحد على 8 حوالي 200 جنيه او 175 جنيه، تمام؟ طيب انا دلوقتي بركب الجهاز ده، الجهاز ده بياخد معايا واي فاي، وبياخد معايا لان، بياخد معايا كابل اتش دي، بيخش في الشاشه، الشاشه بتاعتي بقت ايه؟ بقت اندرويد زي الموبايل. انزل بقى اليوتيوب، انزل شاهد، انزل اللي انا عايزه كله، وبشتغل عليها عادي جدا، ومش محتاج الموبايل في اي ايه؟ في اي حاجه. يا رب اكون قدرت افيدكم على قد ما انا فاهم، ويا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه صح، واسف لو طولت، بس مبقاش قصدي والله، يعني انا بيجي في دماغي الاسئله اللي الناس بتسالها لنا، فبنحب نجاوبكم. وهنعمل فيديو ان شاء الله لطريقه تشغيل التي في بوكس، 3 موديلات هنجيبهم، شاشه كده صغيره، وهنشرح ازاي توصله، ازاي تبرمجه، ازاي تشغل كل حاجه فيه، وازاي تنزل اللي انت عايزه. ونفس الفكره برضو في دول، هنجيب الدومبل لوحدها وهنوصلها وهنشغلها، الكروم كاست لوحدها وهنوصلها وهنشغلها، ونقول لكم طريقه التشغيل عامله ازاي. الام 9 بلس وهنوصل الاني كاست، الام 9 بلس وهنوصلها وهنشغلها، ونقول لكم طريقه تشغيلها ازاي، وايه اسهل طريقه فيها، وايه يعني في هي ليها كذا طريقه، فانا اقول لكم ايه الاسهل، وكل تليفون حسب ما هيشتغل عليه. سلام بهجت ستورز، احنا اصل الكترونيات. شكرا.